أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هناك من لا يرى البيعة لولاة الأمر، ويقول إنه لن يبايع أحد حتى تقوم الخلافة الراشدة، فما صحة هذا الكلام؟ هذا معناه الطعن في المسلمين من سقوط الدولة العباسية. سقوط الدولة العباسية ما في خلافة عامة، وإنما كل إقليم أو كل بلد يحكمها حاكم مسلم ويسمعون له ويطيعون. هذا عمل المسلمين من سقوط دولة بني العباس. إذن يكون المسلمون على خطأ؟ حاشا وكلا. وأنتم سمعتم إن من خضع له المسلمون وصاروا تحت إمرته وبايعوه إماما لهم يصير إمام، ولو لم يكن عاما، ولو كان في بعض البلاد. وعلى هذا عمل المسلمين. وللشوكاني كلام نفيس في هذا الموضوع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.